السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: عام على مرور الانتخابات المزورة في العراق دون جديد يذكر. بعد مرور عام كامل على إجراء الانتخابات التي قاطعها معظم العراقيين ممن يحق لهم التصويت، مر العراق بكثير من الأحداث التي عكست حجم التعطش للسلطة والاقتتال على المناصب من قبل الأحزاب الحاكمة في العملية السياسية بعد الاحتلال في عام 2003، إذ لم تكن شعاراتهم التي رفعوها قبل وبعد الانتخابات من حرصهم على الوطن ووحدته سوى ضحك على عقول البسطاء من أبناء الشعب الذين يعانون بسبب السياسات الفاشلة لهذه الأحزاب. وأثبت اليوم بعد طول انتظار وصراع باختيار رئيسي الجمهورية والوزراء التوافقيين والمتحزبين أن هذه الأحزاب لا هم لها سوى الامتيازات التي يحصلون عليها من هذه المناصب. فما الجديد الذي ستقدمه هذه الشخصيات للعراق؟ وإن كانت الشخصيات المختارة اليوم لتمثيل الحكومة جاءت بالتوافق، فما الذي تغير في المشهد السياسي؟ ثم هل يعيد أو هل يعد ما جرى اليوم داخل قبة البرلمان يمثل انتصارا للإطار التنسيقي على التيار الصدري، أم أن ما تم تمريره اليوم قد تم بصفقة مشبوهة عقدت في الخفاء بين الجانبين؟ هل سيسكت الصدر على ما فرض عليه، أم أنه تم إسكاته بما يشبع به تياره؟ ثم ما هو موقف العراقيين الرافضين لهذه الطبقة السياسية وقد فرض عليهم شخصيات أفرزتها أحزاب متهمة بتدمير العراق؟ وما هو مصير الموازنة المالية لعام 2022 في ظل اقتراب العام من نهايته ولم تقر حتى الآن؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدينا الكرام بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم للإجابة عليها وإبداء آرائكم بشأن هذا الموضوع والأحداث التي جرت اليوم داخل البرلمان. بداية مشاهدينا، دعونا نتابع سريعا هذا التقرير الجرافيك الذي يبين ما الذي جرى خلال العام الذي تلا الانتخابات، لنتابع. مشاهدينا الكرام، تابعنا سريعا بعض المعلومات التي وردت في هذا التقرير الجرافيك بشأن الأحداث التي جرت بعد الانتخابات التي أجريت في 10 من تشرين الماضي. طبعا كثير من الأحداث، كثير من الفوضى التي جرت خلال هذا العام. ما تعليقكم على ما مر به العراق خلال العام المنصرم أو العام الذي تلا الانتخابات؟ وكذلك هل تعتقدون بأن هناك جديد سيقدم من قبل الشخصيات التي تم اختيارها اليوم داخل قبة البرلمان، خاصة وأنها نتاج نفس الأحزاب التي حكمت ولا تزال العراق منذ الاحتلال ولغاية هذه اللحظة؟
معنا السيد أبو محمد من هولندا، تفضل حياك الله. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بصراحة مع اليوم انتخاب رئيس الجمهورية ما يغير شيء من الوضع اللي الآن موجود في العراق. نعم. ويعتبر الآن أهم احتلال، لأن هذا اتفاقية إيرانية، حتى جماعة الصدر وأنا نشرتها في الفيسبوك. صدر باتفاق إيران، هو رشح نفسه باتفاق من إيران انسحب. والآن الشخصيات اللي يشارك في الحكومة القادمة نفس الشيء، تابعين لإيران وتابعين للدول يعني ضد، الآن تابع للإيران والدول اللي تابعة لإيران اللي يتبع إيران. يعني ما يغير شيء من العراق، بالعكس الآن العراق يذهب إلى الهاوية، يعني بهش إلا يحتاج إلى التحذير. العراق بالكامل من هاي الأيادي الوسخة، الآن يبدأ السرقات بأكثر مما توقع. مثلا على ذلك محمد الشياع السوداني إذا يصير رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء عفوا، هو شخص من يعني تابع للميليشيات وإيراني بالأصل، أظن حسب ما أظن يعني هو تابع. نعم. سابق عضو سابق لحزب الدعوة، يقول بأنه انفصل، لكن دائما ما كان يعتبر أحد أذرع نور المالكي. وهو نفس السؤال، هل يمكن لهذه الأحزاب أن تفرز شخصية وطنية، خاصة وأن هناك البعض من العراقيين يعتقدون بأن محمد الشياع السوداني ربما قد يكون أحسن السيئين؟ ترى هل يمكن أن يخرج أي شيء جيد للعراق عن طريق هذه الأحزاب؟ مستحيل ما يطلع ومحمد الشياع السوداني يكون أسوأ من السيء. يكون أسوأ من السيء وما يقدر يسوي شيء، ونفس الشيء يمشي على خطة نوري المالكي. للعلم نوري المالكي سرق من العراق حسب ما عندي معلومات 736 مليار دولار، بس أكثرها حولها إلى إيران وأنطاها لإيران من زمن حكمه. فهو وكيل، الآن هو وكيل نوري المالكي وليس يمثله. يعني وكيل نوري المالكي ومرشح نوري المالكي بدل ما يكون نوري المالكي، والآن الأشغال اللي هو يشتغلها كلها بأمر من نوري المالكي. طيب. ومن إيران. سيد أبو محمد من هولندا، أنا أشكر حضرتك للمشاركة. معنا السيد أبو يوسف من السويد، تفضل يا أبو يوسف. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. تحياتي إليك ولكل كادر برنامجكم وكل كادر قناة الرافدين. حياك الله، أهلا وسهلا. الله يحييك أستاذ محمد. يعني اليوم احنا نعزي الشعب العراقي صراحة هاي المهزلة اللي صارت. ونقولهم انه اللي صار هذا اليوم يعني معناتها عودة السراف، عودة الحرامية، عودة الطائفية، وعودة حيتان الفساد. رجعوا مرة ثانية عن طريق التوافقات، عن طريق هذا إلي وهذاك إليك، برعاية إيرانية 100%. وإحنا يعني أنا بالنسبة لي أعتقد إنه اللي صار هذا، طبعا هي العملية السياسية كانت تمر بمرحلة تقريبا نهايتها، بس إجا مقتدى ونقذها. فراح أقول لك شلون أستاذ محمد. وكل يعرف انه قبل سنة صارت الانتخابات والشعب العراقي العزيز قاطع الانتخابات. فاللي شاركوا هم اكثرهم من جمهور التيار. فاللي صار انه جماعة الاطار ما حصلوا مقاعد، فحتى طانوا بالانتخابات. سيد ابو يوسف، هل كان حيفرق شاركوا التيار لو ما شاركوا؟ لانه في النهاية
هذه النتائج التي تعلن من قبل مفوضية الانتخابات نتائج غير حقيقية وغير دقيقة ولا ترتبط بالواقع، فإذا كان شارك جمهور التيار أم لم يشارك سيتم في الأخير أو في النهاية التلاعب بالنتائج. المقصد هنا في الموضوع أن هذه ليست طموحات الشعب العراقي وليست رغبات الشعب العراقي وليس ما أراده المقاطعون، لأنهم في النهاية لم يكونوا ينتظروا بعد هذه التضحيات والدماء التي سالت في ثورة تشرين أن تأتي نفس الوجوه، ربما بتغير أسماء لكن هي نفس الأحزاب الحاكمة. إذن هل ثمن الدماء التي سالت في العراق هي عملية سياسية فاسدة تستمر لأربع سنين قادمة؟ أستاذ محمد، هاي رسالتك كلامك واقع 100%، وهاي جواب على اللي كانوا يراهنون على مقتدى ويقولون علي راعي الإصلاح، وتشوف السوشيال ميديا يحكي إنه مقتدى ضد الفاسدين، والقنوات حتى قنوات عربية كانت تطبل للمقتدى والناس صدقت هو مقتدى، هو الحصان الرابح بهذه الشغلة. هو جاب سحب نوابه، ليش سحبهم؟ سحبهم حتى الإطار الإيراني هو اللي يستلم يستلم رئاسة الوزراء، وهو طلع مرة بنفسه قال ما تشكل أي حكومة إلا بموافقتي. يعني إذا هل تقول بأن مقتدى الصدر له ذراع بتشكيل الحكومة الحالية بالموافقة على رئيس الجمهورية وتمرير كذلك محمد الشيع السوداني مرشح الإطار التنسيقي؟ أستاذ محمد، مقتدى كل ما تمر العملية السياسية الفاشلة النكرة بالعراق تمر بأزمة، مقتدى يشمر لهم حبل وينقذهم. وهذا يعني مو أنا اللي أقوله، هذا أكثر من مرة صارت إنه مقتدى هو الرافعة لهؤلاء الفسدة والحرامية، وهو ما اللي يطلع يحكي يقول أني ضد الفساد وضد السرقة. طبعا أستاذ محمد هسه راح يعطوه وزارات، راح يعطوه مناصب، وذكرني يعني في يوم من الايام هذا اللي نسمعه هسه على اساس انه موافق وهو رافض، هذا كله كلام، لانه الواقع يقول غير شيء. هو مشارك من 2003، عنده ايد بالاجرام، عنده ايد بالسرقه، عنده ايد بالفساد، وهو ما يبرأ من هاي العمليه. طيب. وانا رسالتي على المغيبين عقولهم اللي كانوا مراهنين عليه، هاي رسالتي انه اصحوا، ترى مقتدى هو عبارة عن رافعة للقتلة والفسدة بالعراق. شكرا جزيلا سيد أبو يوسف من السويد للمشاركة معنا. السيد أحمد من ألمانيا، تفضل يا أحمد. الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يبارك فيك، تحيات الجنابة كل الإخوة الكرام المستمعين المشاهدين. حقيقة أسئلتكم حلوة، وما الذي سيتغير في شكل السياسة العراقية الداخلية طالما قادتها نفس الشخصيات المتهمة بالفساد؟ نعم. أخي الكريم، لم يتغير منذ 20 سنة ولحد الآن نحن على نفس الطبقة مثل ما يقولون عجائزنا، ولن يتغير وضع العراق ما دام الشعب العراقي ساكت. أنا لا أحمل السياسيين المسؤولية، لا أحمل من هم ليسوا بأهل للتصدي بأن تصدوا للمسؤولية. إذا فرغت الساحة من 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 الكفاءات، وإذا طبلنا لكل من هب ودب، هذا حال الوطن سيكون. أنا محتار لشيء واحد، ماذا يوجد لديكم في العراق أخي؟ اطلع برا وشوف الناس شلون عايشة أخي. بالعراق لا مي، لا كهرباء، لا تعليم، لا صحة. على شنو ساكتين؟ على شنو الخايفين؟ أبو ذر رضوان الله تعالى عليه يقول عجبت للفقير كيف لا يحمل سيفه. أخي أنتوا شنو اللي عندكم؟ أنتوا تعيشون في بلد من واحد من أغنى بلدان العالم بحكم ثروته الطبيعية، ثروته النفطية اللي متوفرة واللي تطلع بشكل يعني طبيعي بدون جهد. زين شنو اللي قدموه لكم خلال العشرين سنة الماضية؟ دكتور أحمد، عندي سؤال سؤال لحضرتك، وهو سؤال للأخوة المشاهدين أيضا. نعم تفضل. المطبلين إذا صح وصفهم، الأدوات أو الأذرع الإعلامية والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي التابعين للإطار التنسيقي يقولون بأن اختيار محمد الشيع السوداني أنقذ العراق من الذهاب إلى الهاوية، أنقذ العراق من الفوضى،
الصواريخ التي أطلقت على المنطقة الخضراء أو القذائف لم تثني الإطار على المضي في تشكيل الحكومة التي ستنقذ العراق. هذه المصطلحات الرنانة ما تأثيرها على أرض الواقع؟ ما انعكاسها الحقيقي على أرض الواقع؟ أخي الفاضل، أنت إذا تشوف تصريحات السياسيين من عام 2003 ولحد الآن كلهم يخافون على المنجزات التي قدمتها هذه الحكومات الرشيدة للشعب العراقي أن تذهب سدى وأن يختطفها الأغيار. أنا أسألك سؤال وجيه، يعني شنو الإنجازات اللي سووها؟ وسعوا مقبرة النجف، وبعد ما كنا شعب واحد سوونا 10 شعوب، وعندنا مكون كامل عايش بالخيام أو متغرب خارج البلد. ومن 20 سنة ولحد الآن ما حطوا طابوقة على طابوقة يا أخي. فهذه المنجزات اللي قدموها، قدموا لنا منجز واحد وهو أنه زيارة 40-20 مليون، وعدة السنة 280 يوم منها هي عزاوات ولطنية. هذا الإنجاز اللي قدموا لنا. أما أنه تطبيل البعض بأن حكومة الشيعة السوداني يعني منعت من سقوط العراق في الهاوية، وأين العراق هو الآن؟ العراق هو في قعر الهاوية. يعني هل يوجد مكان أسوأ من المكان الموجود بالعراق، سواء بالمجتمع الدولي أو بالمجتمع الإقليمي، سواء بالخدمات التي تقدم لمواطنيه أو بسمعة الدولية كبلد؟ العراق الآن طيب دولة يعني فاشلة. سؤال بديهي أتمنى من حضرتك إجابة عليه لمن يعتقد بأن هناك أمل في ما تنتجه هذه الأحزاب. هل من المنطقي أن الأحزاب، اسمح لي، هل من المنطقي أن الأحزاب التي ساهمت بتدمير العراق وفي مقدمتها حزب الدعوة وفي مقدمتها نور المالكي، أن يخرج من تحت عباءتهم من يستطيع أن يحارب الفاسدين ويمنع الميليشيات من التمدد ويحصر السلاح بيد الدولة ويقضي على الحيتان؟ هل منطقي هذا الكلام؟ أمل إبليس بالجنة، أمل إبليس بالجنة. أخي الكريم، من أمن العقاب ساء الأدب. مع الأسف سياسي الصدفة وحزب الدعوة وكل الأحزاب الإسلامية العاملة، سنة وشيعة والأحزاب القومية الكردية، هؤلاء أساءوا الأدب ولكنهم أمنوا العقاب. فالعتب ليس عليهم مع الأسف. أن يقول وأكررها أكثر من مرة، أقول أسمعك لو نادى تحية. أظن أن الشعب العراقي مع احترام الشديد لأهلنا بالعراق حقيقة ما تأتهم الضبير، ما تأتهم الحس، ما تأتهم الكرامة مع احترام الشديد إليه. يا أخي، أكو واحد يأكل من الزبالة ويقول هيهات من الذلة؟ أخي شنو اللي سويتوه من فسكم؟ الله أكبر. طيب، هناك سؤال أيضا يعني باختصار من حضرتك أريد الإجابة، يتعلق بمقتدى الصدر. برأيك هل سيسكت مقتدى الصدر والتيار الصدري على ما فرض عليه من قبل الإطار التنسيقي ومن قبل حتى من كان يعتقد أنهم حلفائه بأنهم فرضوا محمد الشيعة السوداني في النهاية وأصبح أمرا واقعا، أم أنه تم إسكاته بما يرضيه ويرضي حزبه وبالتالي وافق ورضى؟ أنا قبل 3 أشهر عملت فيديو على القناة مالتي معضلة العراق وحلولها، قلت لكم بأنه لا كاظمي لا الصدر، المالكي منتصر. في ذلك الوقت وصلتني أخبار من داخل العراق ومن خارج العراق بأن سيجري ترتيب الوضع بالشكل التالي. الغباء الذي ارتكبه الصدر لربما هو ليس غباء، الخطوات الغير مدروسة لربما هي مدروسة ومعدة، المخرجة عدها بهذا الشكل لكي يظهر بأن التيار الصدري ارتكب حماقات أجلكم الله وخرج من الساحة السياسية. لربما التيار الصدري هو عبارة عن عباءة أو رافعة كما سماها الأخ السابق، أو جسر يرتقي عليه الفاسدون لحكم العراق تحت العباءة الإيرانية. أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد من ألمانيا للمشاركة. مشاهدينا الكرام، لدينا تقرير نود أن نشاهده مع حضراتكم يبين الجوانب التي حدثت وجرت والأحداث التي حدثت داخل البرلمان فيما يتعلق باختيار رئيسي الجمهورية وكذلك الوزراء. لنتابع. عبد اللطيف. رسميا عبد اللطيف رشيد رئيسا لجمهورية الأحزاب في العراق، مطيحا بمنافسه من ذات الحزب برهم صالح الذي غادر البرلمان قبل إعلان النتائج ليذهب ضحية تسوية سياسية بين حزبي بارزاني وطالباني كان للإطار التنسيقي الدور الأكبر فيها، ولا سيما ائتلاف المالكي. لتصبح الأمور الآن أكثر وضوحا في إصرار الإطار على تشكيل حكومة جديدة يرأسها من يريده دون الاعتبار لموقف معتزل السياسة
مقتدى الصدر الذي غاب عن المشهد بل حتى عن فضائه الإلكتروني. اختيار عبد اللطيف رشيد جاء بعد جولتين وانسحاب نواب تحدثوا عن لعبة سياسية بين حزبي بارزاني وطالباني قضت بإبعاد كل المرشحين وعلى رأسهم برهم صالح الذي تحدثت المصادر سابقا عن حظوظه القوية بالفوز، فكانت المفاجأة باستبعاده. الإطار التنسيقي في نهاية الأمر لا يهمه من يتولى هذا المنصب الشكلي، وطالما أن هناك خلافا كرديا على شخصية برهم صالح فإن الإطار يدعم أي شخصية توافقية بينهما لكي يتجاوز عقبة اختيار رئيس الجمهورية، وبالتالي يصبح الطريق ممهدا أمام تشكيل الحكومة. وبعبارة أوضح، منصب رئيس الجمهورية هو تحصيل حاصل في سوق المساومات الحزبية، وبنفس الوقت يجب تجاوزه حتى تمرر التسويات الأهم الممثلة بالمناصب الوزارية والدرجات الخاصة، حيث توجد هناك مصادر الاستحواذ على ثروات البلاد والتحكم بمؤسساتها. أغرب ما رصده المراقبون في الحراك السياسي الحالي هو الصمت المريب والمطبق لمقتدى الصدر، وأرجعوا أسباب ذلك إلى أمرين لا ثالث لهما: إما أن يكون مشاركا في اللعبة السياسية ولكن في الخفاء، أو أن كل ما فعله سابقا عبارة عن فقاعة لا تأثير لها على أرض الواقع. وبكل الأحوال العملية السياسية تكرر نفسها وستظل كذلك حتى لحظة. إذن مشاهدينا الكرام، كما قلنا في البداية بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم أو من خلال خدمة الواتساب عن طريق إرسال رسالة سنقرأها إن شاء الله في هذه الحلقة. معنا السيد أبو صلاح من كربلاء، تفضل يا أبو صلاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا محمد. حياك الله أبو صلاح، أهلا وسهلا. عليك على قضاء شرف الدين بطلة. الله يحفظك، حياك. الحكومة شكلها حكومة. نعم. شكلها حكومة بقيادة. والسوداني نسخة طبق الأصيل من المالكي. نعم. وسالفة مقتل الصدر يجوز طبقة طبقة جوا الكرسي. شلون؟ فدائما هذا دائما مقتدى الصدر يطلع انصاره ورجع انصاره، هو اصلا مشارك بالعمليه السياسيه من 2003. نعم. بس لحد الان العراقيين ما يفهمون السالفه شنو. السالفه كلهم دول مشاركين بالحكومه العراقيه كلهم بعد مطلع الصدر وقال ما راح ارجع اذا تشكلت حكومة توافقية، ولا للتوافق ولا لبقاء الأحزاب الفاسدة والحكومات الفاسدة والمحاصصة. هاي الشعارات مو راح ضحية الفوضى اللي سواها هو عدد من أنصار اللي انقتلوا على يد القوات الأمنية اللي دخلوا المنطقة الخضراء واعتصموا. شنو نتيجة هذا اللي سواه مقتدى الصدر إذا بالنهاية تم تمرير كل ما دعا أو طالب به الإطار التنسيقي، كل ما رغب به الإطار التنسيقي؟ نعم حبيبي محمد، هو أساس مقتدى بالحكومة مشارك من 2003 لحد هاي اللحظة. نعم. ودائما يسوي هاي الضجة ويطلق تكون طبقة من تحت العباية. يعني هو حتى مستفاد من هاي الحكومة. نعم. برأيك أبو صلاح، هسه نقطة مهمة تخص العراقيين وهي الموازنة. طبعا نعم. وضع العراق بشكل عام هو يتعلق يهم العراقيين، لكن أيضا بسبب الفقر المرتفع، الأعداد المرتفعة من الفقراء بالعراق، الوضع الاقتصادي مهم. اليوم احنا بشهر 10، سنة على الانتخابات، اليوم يلا تشكلت حكومة، وبعد محمد الشيع السوداني يعد بسرعة تقديم التشكيلة الحكومية المتوقعة، الغاية الآن ماكو ميزانية أقرت. هل برأيك حيتكرر سيناريو 2014 اللي اختفت بها الموازنة؟ نعم تتكرر هاي الموازنة. شنو مصير هاي الفلوس، أموال موازنة 2022 برأيك؟ والله برأيي الموازنة 2022 يكبوها بيناتهم مثل ما صار في 2014. و
والعراق مقبل الى الهوى يعني اصلا الى الفقر والجوع والظلم والحرمان. هل تعتقد بانه السوداني ولا رئيس الجمهورية قادران على إنقاذ العراق من الفقر، من المجاعة المتوقعة، من الفوضى الحاصلة الآن بالعراق؟ أبدا، ما ينقذ العراق هذا الشخص، لأن هذا الشخص أصلا هو اللي جاب نور المالكي. نعم. وهو سابقا كان بحزب الدعوة. وهذا ما لا يسوي بعد العراق الى الهوى ولا الهلاك، والشعب العراقي مقبل الى الهلاك. طيب، شكرا جزيلا سيد ابو صلاح من كربلاء، ويانا السيد ابو علي من واسط، تفضل يا ابو علي. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الجمهور العراقيين. استاذ محمد، يعني هو نفس المسرحيات اللي كل سنه احنا نشوفها، نفس القصور، نفس يعني بس اختلاف الممثلين، لكن يجون من نفس المدرسه التمثيليه. نعم. كان بالبدايه مقتدرين يقصي نور المالكي، لكن ما قدر. الغباء السياسي والدليل، يعني دائما احنا نقول يمكن في برنامجك في برامج ثانيه انه العراقيين او الموجودين الان في الاحزاب وغيرها هم مو سياسيين، هم يمتهنون السياسه. ودائما الاحزاب هذه ما عندها صبر، والدليل انه كل الاحزاب الان تفرقت، يعني شوف الحزب شلون يتفرق. وهم نفس الشيء، مقتدر الغباء السياسي اللي عنده، سحب نوابه، ماكو تفكير. بالاخير هو يريد اصلاح، طيب الاصلاح انت شلون تجيبه؟ طيب اذا انت اساسا مشارك بالفساد منذ التاسيس. نقول تبت عندك توبه. طيب انت شلون تشارك فاسدين اخرين، يعني السياسيين السنه والسياسيين الافراد وهم يعني صالحين؟ فكذلك كانت مسيحيه يعني ما مرغوب بها، لكن احنا كعراقيين كنا صحيح نتامل انه نخلص من احد الفاسدين الكبار. يعني نور المالكي يعني هو معروف انه صاحب دوله عميقه في البلد. يمتلك سلطه يعني مطلقه. عنده ملفات فساد وملفات اعترافات كذب وزور يعني على كثير من السياسيين اللي قدر ياخذهم بفلوسه وغيرها. كنا نتمنى هذا، لكن ما كانت دارت المسرحيه والعمليه مثل ما. طيب يعني خلي نطرح سؤال ويكون الاجابه ربما تكون عند حضرتك. نعم. تجيب على او ترد على بعض من يعتقد بأن محمد الشيعة السوداني مستقل، استقل عن حزب الدعوة، بالتالي أصبح صاحب قرار مستقل بإمكانه أن يحارب الفساد والميليشيات. نسأل أنه شنو الأدوات اللي يمتلكها الآن محمد الشيعة السوداني لمحاربة الفساد، لسحب السلاح من الميليشيات، لفرض سلطة القانون، لتطبيق القانون على الفاسدين، ولتحقيق العدالة؟ شنو الأدوات اللي يمتلكها اليوم؟ شوف استاذ احمد، هو ما عنده اي اداه يمتلكها، وهذه معروفه في العالم، انه اي شخص غير مدعوم من حزب او مؤسسه داخل البلد مستحيل ينفذ شيء. يعني من يجي السوداني مستقل، احنا ما نصدق انه مستقل. ثانيا يعني ليش رشح المالكي اقتتل عليه وقال هذا مرشحنا الوحيد؟ يعني هل معقوله ان طيب هو يريد يقول انت تقول يحسب السلاح بيد الدوله، طيب هو اللي رشحوه الدوله يعني سلاح، العفو، هم رشحوه اهم السلاح. طيب يريد يكافح الفساد، طيب المرشحون فاسدين، وهذاك اليوم هو دخل للمحكمه وطلع بكفاله. نعم. اساسا الشركاء معاه واللي راح عرض مشروعهم عليه على اساس هم اساسا فاسدين. تدري ايش وقت استاذ محمد يقول انه هذا الشخص راح ينقذ العراق ويحارب الفساد ويحصل بصلاحيه الدوله، من يجي شخص يعني خارج المكونات هذه واللي يعني واللي اساسا يرشحه وينصبه بالحكومه، وهو شخص خارج يعني خارج عن هذه الاحزاب، ماكو احد ياثر عليه. يعني على سبيل المثال كنا نتامل هذا الشيء انه انقلاب عسكري يصير وغيرها، لكن الولايات المتحده ما ترضى بهذا الشيء، وما عندنا لحد الان للاسف بعض القاده الجيش للاسف يعني نقولها انهم تابعين للاحزاب لانهم انطوهم الصلاحيات. شكرا جزيلا سيد ابو علي من واسط، انا اشكر حضرتك للمشاركه، وصلت الفكره. ويانا السيد عامر من بابل، تفضل يا عامر. السيد عامر من بابل، فقدنا الاتصال ويا السيد عامر. معنا محمد من امريكا، تفضل يا محمد. السلام عليكم، احيي قناه الرافدين. وعليكم السلام ورحمه الله. محمد عمري انت، هم طابخين الشغله، كفيلك الله، هم ابو الاصلاح. نعم. صدر صدر يوم اسود حيصير على شعب العراقي، كفيلك الله حيصير فيها قتل، قاتل ومقتول، الله شاهد.
شلون شلون راح يصير بها قتل وعندك الاحزاب هي اللي راضيه وموافقه على هذا الشخص؟ تفيدك الله هم اصاباتهم وولاهم كل الايران ليس للعراق. طيب من المتضرر برايك سيد محمد، من المتضرر اليوم من اختيار محمد الشياع السوداني او اختيار رئيس الجمهوريه؟ من اليوم المتضرر من عوده محمد الحلبوسي مره ثانيه لرئاسه البرلمان؟ المتضرر الشعب العراقي فقط، هم ذول نصابه ولشغله يشتغلون صالح ايران ليس للعراق، لا محمد الحلبوسي ولا غيره. كفيلك الله مدستريها هي شغله طابخيه، هم الحرس الثوري الايراني. كفيلك الله، واليوم الصواريخ ضربوها، ضربوها على الخضراء، ضربوها على العالم، ضربوها بيت الله جامع بالعلاوي، ضربوه الله يهجم على رؤوسهم ان شاء الله. كفيلك الله يوم اسود حيصير على العراق. انا محمد السوداني شنو هذا؟ هو واحد عصاب شيء للميليشيات تبع ايران ليس للعراق، لايران. كفيلك الله شوف الايام راح تجي شلون سودة. انا المالكي قبل كان يفخخ السيارات من منطقه الخضراء، هو وابن حمودي يتذكرون ما يتذكرون، كان يفخخوها بالخضراء بالداخليه واللي كان يبلغ عليهم. شنو قيمه اللي تتفضل به؟ شنو قيمه كل الكلام اللي تقوله وكل اللي يقولوه العراقيين اذا ما كان اكو قضاء يحاسب هؤلاء على انتهاكاتهم وفسادهم واجرامهم؟ سادي العزيز، هو القضاء مالنا مسيس ايراني، رايق زيدان من حرس الثوري الايراني، كفيلك الله ايراني ليس عراقي، والقضاء مالنا كنا مسيس، وكفيلك الله كنا مسيس، ليس عندنا قضاء، واستدعكم له حرس الثوري الايراني، ليس عراقيين دولة، لا حد موتها ولا غير حد موتها. طيب كفيلك الله، شكرا شكرا جزيلا سيد محمد من امريكا، انا اشكر حضرتك للمشاركة. معنا السيد ياسر من البصرة، تفضل يا ياسر. ابو ياسر حياك الله. شلونك حبيبي؟ اهلا وسهلا يا ابو ياسر. احيي هذه القناه، قناه الرافدين، القناه عليه. حياك الله. بالنسبه للمسلسل اليوم اللي يدخلونه به الحرب السياسيه. نعم. اليوم مسلسل شفناها انهم معطيها وناهين الامور قبل فتره، يعني قبل فترات. لكن يردون يمشون الاشياء اللي تريدها ايران واللي تطلبها ايران. واللي يطلبها الخامنائي والنظام الايراني يردون يطبقوها. وين يردون يطبقوها؟ بالعراق. بس هيهات الذله، هيهات من الذله، الثوار قادمين وما يخلون. كفيلك الله، الثوره قادمه وضدهم ما تتشكل هذه الحكومه. وخلي يعني شنو تعليقك وردك على اللي يروجون في مواقع التواصل الاجتماعي على القنوات الفضائية من بعض الشخصيات اللي موجودة كانت في الحكم انه لا، لا تطلعون، لا تنزلون للشارع، انتظروا 2024 حيجيكم الحل من برا. شنو ردك على اللي يريد العراقيين يظلون قاعدين ببيوتهم ينتظرون الفرج من امريكا وغير امريكا اللي هم راضين بما يحدث الان في العراق؟ هذول عملاء وذيول ايران طبعا. هم اللي متفادين من اللي جاي يطير من دمار داخل العراق. هم اللي جاي يستفادون من هذا الشيء، طبعا يشجعون انه يخلون العالم قاعده، لان السلطه كلها بيديهم من 2003 سلموها لحد هذا اليوم. شنو اللي سووه؟ دمار، خراب، كهرباء ماكو صار لنا 17 18 سنه. لا الشوارع دمار، المدارس، المدارس انت لو تشوف وضع المدارس يعني تبكي على حالها، تبكي على حالها. احنا عندنا بالبصره مدارس ينسى لها، رحلات ما عندنا، الطلاب قاعدين ويطلع مثالة الكاظمي ويطلع لغير الكاظمي نهنئ بالعام الدراسي الجديد. يا عام دراسي جديد هذا والطلاب قاعدين فارشين الارض وقاعدين، مناهج ما طبعوا، مناهج دراسيه ماكو، كله في سبيل انه يدمرون التعليم ويدمرون الانسان العراقي بصوره عامه. انه يدمرون الانسان العراقي وهذا المستفيد من يم ايران وحكومه خامنئي، واضح وطبيعي. ولو يعني طولت عليكم، هل تتوقع عندي سؤال، عندي سؤال لحضرتك ابو ياسر، هل تتوقع بانه سيحدث صراع بين التيار الصدري وما بين الاطار التنسيقي بشان محمد الشياع السوداني وتشكيل هاي الحكومه، لو الموضوع سيتم برايك بتسويه تحت الطاوله ما بين الطرفين؟ والله اكيد اكيد، انه بالاونه الاخيره كان مقتدى الصدر يعني ما راضي، واخر شيء انه رشحوا له يعني جعفر الصدر، قالوا له انه جعفر الصدر الرشح
يسجل المستقبل. والانسى هو يعني ما رضى، بس اعتقد ان يصير اندماج بين تكريم والتيار الصدري وينزلون. هذا اللي اتوقع انه السيناريو القادم يعني انه ينزلون. شنو الربط، شنو الربط ما بين تشرين اللي كانت ضد التيار الصدري وبقية الأحزاب، شلون اليوم يندمجون ويا شخص أو ويا جهة لعبت بعقول الناس، نزلوا الناس للشارع وسنة كاملة هم يسوون فوضى بالشارع على أساس أنه هاي الحكومة ما راح تتشكل، وتشكلت الحكومة ومحمد السوداني ما راح يستلم واستلم. مقتدى الصدري ايش يسوي بالناس؟ مقتدى انا اقول لك شو الثوار تشرين يردونهم حمايه، يعني يردونهم شعبيه انه تسندهم، تسند هذه الثوره. انه متعرف انت مقتدى عنده ميليشيات، عنده سلاح، جيش المهدي وغير جيش المهدي موجود متردد بكل مكان، هذول ميليشيات مسلحه قتل عندهم. فطبعا وها والاهم انه التشرين ما تريد هذا، ما تريد يعني الحكومه الاطار عفوا. ومقتدى الصدر نفس حالة انه ما يريد حكومة الاطار. تعتقد اكو اندماج فكري بين الطرفين، يعني اكو توافق فكري بين ثوار تشرين والتيار الصدري بالاونة الاخيرة، مع العلم انه مقتدى الصدر جاهم بالتوادي ونزل العالم. شوف سيد ابو ياسر، يعني طبعا هي تبقى وجهات نظر، انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة، هي تبقى وجهات نظر لكن قد يختلف معك كثيرون حقيقة بشأن ما تفضلت به بخصوص قضية الاندماج الفكري أو توافق الآراء ما بين التيار الصدري وما بين ثوار تشرين. ثوار تشرين لم يرغبوا بوجود أي مظاهر مسلحة، أي فصيل مسلح، أي ميليشيا، لم يرغبوا بوجود أي حزب جاء بعد 2003، لم يرغبوا بوجود من هم متهمون بسرقة المال العام، بقتل العراقيين، بتدمير هذا البلد، والصدر جزء من هذه المنظومة الحاكمة باعترافه هو. إذن قد يكون ربما ظاهريا للبعض بأن هناك توافقا فكريا أو خطا واحدا ربما بقضية عدم رغبة التيار الصدري بوجود حكومة قادمة من هذه الأحزاب، لكن في النهاية ثورة تشرين واضحة لا تريد أي طرف شارك بعد 2003 بحكم العراق ومن ضمنهم وفي مقدمتهم التيار الصدري. أبو أسد من البصرة تفضل. السلام عليكم استاذ محمد، شلونك؟ وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله، اهلا وسهلا استاذ محمد. فالسؤال بدك تجاوبني انت عليه، واريد المثقفين او المقدمين برنامج والسياسيين يشرحوا لي اياه بالضبط. طيب يعني هو قبل لا تتفضل تسال، بالنسبه لي انا ما اجاوب، يعني انا بالعاده اسال، لكن تفضل اللي عندك اسمع. اسال مو مشكله، اسال مو مشكله سيد محمد. نعم. اللي يطلع تقاعد هسه حاليا عمره 60 سنة يطلع تقاعد. زين انتم خليتوا رئيس جمهورية عمره 78 سنة، شنو معناها؟ بس اريد هذا السؤال. لا خب نسأل السؤال الأهم، أن شلون برلماني 4 سنين يطلع تقاعد؟ أنا إذا أقول يعني هذا السؤال على البرلمان يجاوبون عليه، على هذول اللي يطلعوا بالتلفزيون باللقاءات بالبرامج. شلون سؤال اخر بهذا الجزء، شلون موظف عنده 14 سنه خدمه يرفضون ينطوه تقاعد الا يكمل ال 15، ونائب برلماني متهم بسرقه المال العام يا يطلع على التقاعد وراء 4 سنين، ومثلهم عادل عبد المهدي المتهم بقتل العراقيين. نعم نعم صحيح كلامك صحيح. يعني الجواب انا مو من عندك، من المحللين. طيب انت شنو رايك بهذه القوانين التي تطبق لصالح السياسيين؟ يعني انه يطلع تقاعد هو 4 سنين من الفساد، من السرقه، من تدمير البلد، وما اقر قانون واحد لخدمه المواطن، العله وين بهاي الجزئيه؟ هاي مصالحهم، مصالحهم لازم اشوف مصالحهم. يعني استاذ محمد من المواطن ما يهمهم. ما يهمهم المواطن. برايك هاي الحكومه الجديده اللي جايه سيد ابو اسد راح تختلف عن سابقاتها؟ لا والله حسب سامع من اقول بوجهه اخر من سابقاتها. طيب مع تحفظنا، شكرا ابو اسد، مع اعتذارنا طبعا والتحفظ على ما تفضل به ابو اسد، لكن لسان حال المواطن العراقي مليء بالغضب، مليء بالحقد على ما يحدث الان، مليء بالرفض لما يجري الان داخل ما تسمى العمليه السياسيه
داخل المنطقة الخضراء بحسب السياسيين الموجودين الذين شاركوا في الانتخابات أو الذين حتى لم يشاركوا، 85% من الشعب العراقي الذي يحق له التصويت في الانتخابات قاطع العملية السياسية، قاطع المشاركة في الانتخابات، قاطع الانتخابات لأنه لا يعتقد ولا يؤمن بحقيقة هذه الانتخابات، يعتقد ويؤمن بأنها مسرحية وهذه هي نهايتها، نهايتها أن تجتمع هذه الأحزاب وتخرج بشخصية متفق عليها فيما بينهم لكنها مرفوضة من الشارع العراقي. مشاهدينا الكرام، خلونا نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لنكمل الحديث، ابقوا معنا. برنامج أعمال وأرزاق يوثق الحياة اليومية للناس. كيف بدأوا مشوارهم؟ وما هي طريقة إدارة أعمالهم؟ ويسجل لحظات النجاح والإخفاق التي عاشوها. أعمال وأرزاق يأتيكم في الأوقات التالية على قناة الرافدين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل الحديث في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج منبر الرافدين بشأن عام بعد الانتخابات. ما الذي تغير برأيكم مشاهدينا؟ هل اختيار الحكومة الجديدة برئاسة محمد الشيع السوداني ستغير من المشهد السياسي؟ هل اختيار شخصية خرجت من تحت عباءة الميليشيات والأحزاب التي حكمت العراق طيلة 20 عاما تقريبا ستغير شيء في العراق؟ ستغير المشهد السياسي، ستقضي على الميليشيات، ستحارب الفساد، ستحقق العدالة؟ معنا السيد عامر من بغداد. عامر من بابل، تفضل يا عامر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خويا هذه الحكومة اللي نصبت اليوم حكومة طائفية، حكومة مستبدة، الله وكيلك راح تنعب أموال العراق هذه، أموال الشعب. الله بدعتك يا عيني. جل ولا. هذه موالية إلى إيران، يعني هاي موالية إلى الإطار التنسيقي، والإطار التنسيقي موالي إلى إيران. يعني ومباركة واستقلال من قبل الميليشيات اللي راح تخدم هذه الحكومة بشكل كبير في العراق. نعم. سيد عامر أنا أشكرك للمشاركة، ويانا أبو عمر من الناصرية، تفضل يا أبو عمر. السلام عليكم عم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. طبعا هاي الحكومه مسيره، حكومه يعني حكومه شو اقول لك، الحكومه هاي يعني الحكومه هاي عميله، حكومه قضاء يعني هاي مشكله بكيفهم ينتخبون رئيس وزراء وكيفهم يرشحون رئيس جمهوريه، بكيفهم عمي شي يغيرون يعني من 2003 شي غيرون، يعني شي غيرون بالعراق، شي غيرون يعني شي غيرون، هم شعتهم يعني شي غيرون. الحكومة لمن تمثل يا أبو عمر؟ لمن تمثل؟ إذا كان الشعب العراقي رافض العملية السياسية، هاي الحكومة لمن تمثل؟ شو تمثل؟ هاي الحكومة مسيرة، الحكومة عميلة جاي. لمن تمثل؟ هل تمثلك؟ تمثلني؟ هل تمثل العراقيين؟ لمن تمثل هاي الحكومة؟ لا ما لا جاي تمثل نفسها على جاي دولة فساد، جاي على شخصيتهم هم الخاصة. نعم. ما جاي تمثل الشعب العراقي، شو تسوي جاي تمثل الشعب العراقي؟ شنو يعني شنو؟ الموارد كلها عندهم. ايش سووا هم؟
برايك شنو مصير الميزانيه شنو مصير الموازنه مال هاي العام ابو عمر؟ برايك شنو مصير موازنه 2022؟ لحد هسه ماكو ما اقرت، ما حد يعرف شنو وضعها، ايش قد قيمتها، وين حتنصرف، ما حد يعرف كل هاي التفاصيل. السنه راح تخلص وماكو جديد بخصوص الموازنه، برايك شنو اللي راح يصير؟ طبعا عم محمد ما الموازنه صار لها سنتين ماكو شي دوله يعني كل دوله هاي الدول كل سنه تخر الميزانيه دوله قالوا مال الغذاء العالمي، الغذاء العالمي قرروا هم حطوا بجيوبهم وكلهم متواطين يعني كلهم عملاء، لا 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 حد يغرك، لا حد يغرك. هذا الشعب السوداني هو راح يبقى لان هذا المالك مجرم، دول عملاء المالكي. طيب. محمد عمي اسمحني، هذول مجرمين وراح يخلون محمد السوداني ووداعتك والله يا عمي قالوا لا. والشعب طيب. مع الاسف اعطيك طريقه يا عمي، اعطيك طريقه طبعا انت فاهم. نعم. فاهم احنا اقول لك انا على 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 قد مفهوميتي ابوي، مع الاسف اقول مع الاسف على الشيوخ العموم مال العشائر. نعم سيد ابو عمر من الناصريه نشكر حضرتك شكرا جزيلا. ابو علي من البصره تفضل يا ابو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ابو علي بس لو سمحت تنصي صوت التلفزيون وتسمعني من الهاتف فقط. تحيه لك اخي العزيز. حياك الله. طبعا انا حقيقه مستغرب على المتصلين او المتحدثين معك مع كل اسف اخوان. يعني حقيقة اليوم في كلامهم يقولون هذه الحكومة إيرانية، أنا لا دفاعا للحكومة ولا دفاعا لدولة إيران. طيب أنا قاعد أقول واللي قاعد أشاهده واللي شفته اليوم أي موجود السني وموجود الشيعي وموجود الكردي. زين احنا لو نتحدث بعداله يعني خلينا نقول هاي الحكومه ايرانيه سعوديه تركيه. طيب ليش نقول ايرانيه يا اخي؟ يعني اليوم المشكله هو السني موجود والكردي موجود والشيعي موجود. ترى شوف خليني اقول لك يعني الحكومه لما راح تتشكل ورئيس ابو علي عندي سؤال لحضرتك بعيد عن هذه التقسيمات. أتمنى سيد ابو علي، سيد ابو علي اريد منك تسمح لي تسمعني بعيد عن هاي التقسيمات اللي حضرتك تكلمت بيها قضية السنة والشيعة والكرد. السؤال هو هل ذول النواب الموجودين داخل البرلمان يمثلون الشعب فعلا؟ هل قدموا خدمات للشعب العراقي؟ هل بلطوا شارع، بنوا مدرسة، بنوا مستشفى؟ هل حققوا العدالة؟ البرلمان منو اللي دخل لي قبة البرلمان؟ منو اللي دخله؟ إذا كانوا العراقيين بنسبة كبيرة قاطعوا الانتخابات باعتراف السياسيين، منو اللي طببهم؟ شوف خل أقول لك هنا الخلل أخي العزيز، هنا الخلل. نعم. أنا وياك ليش ما نروح ننتخب يا أخي؟ ليش ما ننتخب؟ لأنه الناس تدري ليش منتخبوا؟ الناس منتخبوا أبو علي، الناس منتخبوا بعد تجارب كثيرة أثبتت هذه الأحزاب في كل انتخابات أنها مجرد وعود. كم انتخابات مرت على العراق وشنو اللي تحقق وراء الانتخابات؟ الناس ليش ما تروح؟ لين طقت روحها، لين ملت. كل مرة انتخابات وعود وبعدين تخلص 4 سنين من الظلم والقهر والفساد. شنو اللي تحقق؟ يا أخي، أخي العزيز هو الخلل بالشعب العراقي وليس بالحكومة وليس بالبرلمان وليس بالسياسيين يا أخي. شوف أبو علي، أنا أعتذر طبعا، أعتذر من حضرتك جدا لأنه الوقت فعلا انتهى، لكن يعني انت من البصره، هاي البصره ام الخير ام النفط وضعها بهذا السوء، الميليشيات تسيطر على المنافذ الحدوديه والمرافق، والميليشيات تقاتل فيما بينها بالسلاح الثقيل، والشرطه والحكومه تتفرج. شوف ايش دا يصير بالبصره قبل كم يوم من تبادل اطلاق قاذفات وصواريخ ما بين الميليشيات. هل هذا بلد؟ هل هذا يعني شيء يستحق اهل ابناء البصره ويستحق المواطن العراقي؟ شنو اللي قدمت الانتخابات؟ نفس الأحزاب ونفس الشخصيات. مشاهدينا الكرام، وصلت وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.